السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة المحطة الأخيرة من سلسلة ذو القرنين، وهي هنكمل كلامنا فيها عن حتى إذا بلغ بين السدين. فبعد ما تكلمنا فيها عن القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا، وتكلمنا عن يأجوج ومأجوج وصفاتهم ومصيرهم يوم القيامة، إيه؟ النهاردة هنكمل رحلتنا، سنريهم آياتنا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير. فهنا القوم قالوا، سواء قالوا بقى القول ده لفظي او قالوا بالاشاره او قالوا بالترجمه زي ما اتكلمنا قبل كده في تفاسير العلماء، المهم ان هم قالوا له: يا ذا القرنين، ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض، فهل نجعل لك خرجا، يعني ندي لك مقابل مادي او فلوس، يعني بحيث ان انت مقابل كده تعمل لنا سد وردم بيننا وبينهم بحيث تمنع طغيانهم وظلمهم علينا. لما اتكلمنا الحلقات اللي فاتت عن المعاني المختلفة والآراء المختلفة في تفسير قوله لا يكادون يفقهون قولا، كان ناقص رأي واحد بس وتفسير واحد بس ما اتكلمتش عنه. النهاردة هنتكلم عنه، وهو معنى لا يكادون يفقهون قولا، يعني هم مش واخدين بالهم هم بيكلموا مين وبيعرضوا الفلوس دي على مين، لأنهم لو كانوا متخيلين القدر اللي فيه ذو القرنين ما كانوش فكروا أصلا يعرضوا عليه مقابل مادي. فلذلك ربنا قال عليهم لا يكادون يفقهون قولا، هم مش فاهمين ومش متوقعين ومش متخيلين هم بيتكلموا وبيعرضوا العرض ده على مين، لأن العرض ده ببساطة كان على أحد أغنى الرجال على مر التاريخ، اللي ربنا بجلالته قال عليه: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وإنه كان معاه رجال وجنود وأموال لا حصر لها، فمجرد عرضهم الفلوس ده عليه يبين قد إيه كان الأفق بتاعهم ضيق جدا، وكان إدراكهم قليل جدا، ومش مستوعبين هم بيتكلموا مع مين. ولذلك ذو القرنين رد عليهم رد جميل جدا، قال: قال ما مكنني فيه ربي خير، يعني اللي انتوا بتعرضوه عليا ده ما يجيش شيء في اللي ربنا ادهوني من المال والسلطان والنفوذ. الموقف ده بيفكرني بموقف شبيه جدا اللي حصل مع سيدنا سليمان، لما كان عرض على مملكة سبأ وعلى ملكتها حينئذ ان هم يدخلوا في توحيد الله ويبتعدوا عن عبادة الشمس. فالملكة بتاعت سبأ فكرت ان هي ترسل له بعض الرسل او بعض الجنود، يعني المرسلين لسيدنا سليمان، عشان يعرضوا عليه مقابل مادي، مقابل ان هو يبعد عنهم وما يخليهمش يدخلوا في توحيد الله ويتركهم وشأنهم في عبادة الشمس. فسيدنا سليمان رد على الرسول ده بايه؟ قال: اتمدونني بمال؟ فما اتاني الله خير مما اتاكم، بل انتم بهدياتكم تفرحون. ممكن انتوا اللي تفرحوا بالاموال دي، لكن انا لا، أنا سليمان الذي أعطاني الله ملكا لا ينبغي لأحد من قبلي، أكيد مش هبص على شوية فلوس أو شوية أموال هتدوني ليها. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، يعني قال لهم سيبكم من الفلوس وعرض الدنيا والحاجات اللي ما تفرقش معايا في شيء، أنا رسالتي أسمى بكتير جدا من اللي انتوا عايزين تعرضوه عليا، ولكن أنا عايز أستعين برجال بقوة، أي برجال منكم يساعدوني في بناء الردم أو السد ده اللي هيجعل بينكم وبين يأجوج ومأجوج، بحيث ما يقدروش يضغوا عليكم أو يظلموكم بعد كده. الآية دي فيها عبرة وعظة جميلة جدا، يمكن ما بناخدش بالنا منها وإحنا بنقراها. النهاردة دورنا إن إحنا نعمل تركيز أكتر على الآية دي، ونفهم الرسالة اللي ربنا عايز يوصلها لنا من الآية الجميلة دي. ربنا قال على لسان ذو القرنين: فأعينوني بقوة. أنا عايز أسألكم سؤال، هو ذو القرنين محتاج حد يساعده؟ يعني بكل النفوذ والسلطان، وزي ما قلنا أن ربنا قال عليه إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، محتاج شوية القوم الضعفاء دول أن هم يساعدوه في بناء السد؟ طبعا لا. طيب أمال ليه هو طلب منهم كده؟ طلب منهم كده عشان يضرب لنا مثل عظيم جدا ومبدأ المفروض نرسخه جوانا، وهو: لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. فبرغم من عدم احتياج ذو القرنين ليهم، ولكن هو فكر ان لازم يشاركوه في العمل ده عشان يحسوا بقيمته ويحافظوا عليه، وفي نفس الوقت يحسوا بنعمة ربنا عليهم في ان ارسل ليهم شخص زي ذو القرنين بالجنود بتاعته العظيمة عشان يحميهم ويساعد في حمايتهم من يأجوج ومأجوج.
وان الموضوع ما يبقاش في تواكل، وان هم بس قاعدين على جنب بيتفرجوا على ذو القرنين وجنوده وهم قاعدين بيبنوا السد وهم ما بيعملوش اي حاجه. واللي هو برضو شبه مثل موجود في القران ما بين بني اسرائيل وبين سيدنا موسى عليه السلام، لما قالوا له اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. فالايه دي بتضرب لنا مثل عظيم واروع الامثال في ان ازاي الشخص يعتمد على نفسه في انجاز المهام وما يستناش غيره لحد ما يجي يعمل له الحاجه اللي هي تخصه اصلا، وانه ما حك جلدك مثل ظفرك، وانه في فرق كبير جدا بين التوكل والتواكل. بعد كده بدأ ذو القرنين يوصف ليهم ولينا ازاي هيبني السد المعجز العظيم ده، اللي برغم قوة وجبروت يأجوج ومأجوج اللي اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت، الا انهم من ساعتها لحد دلوقتي والى قيام الساعة مش قادرين يخترقوا هذا السد المنيع. آتوني زبر الحديد، اي قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي إذا ساوى بين جانبي السد وجعله أملسا ناعما، يعني جعله الملمس بتاعه ناعم وأملس من الناحيتين، وهنعرف بعد شوية هو ليه خلاه كده. قال بعد ذلك انفخوا حتى إذا جعله نارا. من المعروف في مهنة الحدادة إن بيتم استخدام الفحم والنفخ عليه باستمرار عشان يفضل مشتعل أطول فترة ممكنة، وبيتم من الحداد بعد كده إدخال قطعة الحديد اللي هو عايز يشكلها بشكل معين جوه المنطقة المشتعلة دي، وبيتركها جوه المنطقة دي وبيستمر في النفخ لحد ما قطعة الحديد دي تتحول وكأنها قطعة من النار. يبدأ ياخدها ويطرق عليها بطرقات بالمطرقة بتاعته، وحيث هي بتبقى لسه بقى في درجة الوهج والاشتعال الشديد والاحمرار الشديد، فبتبقى لينة وضعيفة في ايده ويقدر يشكلها بالمطرقة بالشكل اللي هو عايزه. فهنا ذو القرنين يعتبر الى حد ما عمل عمل مشابه للي احنا اتكلمنا عنه، عن طريق ان هو امرهم ان هم يشعلوا النار في الحديد ده وان هم ينفخوا فيه لحد ما يصل الى درجة الانصهار ويشكله كيف ما شاء. ثم قال بعد ذلك اتوني افرغ عليه قطرة. القطر هي قطع النحاس المذاب، وده النطق الصحيح على فكرة، النحاس، لقوله تعالى في سورة الرحمن يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وعلى فكرة الآية دي تعتبر فيها إعجاز عظيم جدا، إعجاز فلكي عظيم هنتكلم عنه إن شاء الله في الحلقات الجاية لأنه يستاهل الكلام عليه. كلمة القطر دي جاءت أيضا في سورة أخرى عندما تكلم الله سبحانه وتعالى على لسان سليمان أو لسليمان فقال له وأسلنا له عين القطر، اللي هو كان مقصود منها برضو النحاس. فالمهم بقى بعد ما الحديد وصل لدرجة الانصهار وكان سهل في التشكيل بتاعه، أمر ذو القرنين القوم بتوعه والقوم الآخرين اللي موجودين في القرية إن هم يضعوا عليه النحاس المذاب فوقه مباشرة. ليه؟ شوفوا بقى البراعة في الإنشاء الهندسي عند ذو القرنين. معروف إن الحديد مهما كان اتصب بطريقة كويسة وحصل له انصهار وتشكل بطريقة معينة، أكيد بين قطع الحديد وبعضها بيبقى فيه شوية فراغات موجودة. فذو القرنين حل المشكلة دي عن طريق صب النحاس المذاب على القطع بتاعة الحديد بحيث تملى الفراغات الموجودة في السد، ويبقى السد أكثر متانة وشدة ولا يستطاع خرقه بأي طريقة كانت. وطبعا التشكيل الرهيب ده أدى إلى قوة ومتانة عجيبة في السد، عشان كده ربنا قال بعدها مباشرة فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. الجملة دي فيها من الإعجاز اللغوي الشيء العظيم جدا. فربنا قال في الكلمة الأولى فما استطاعوا، وقال في التانية وما استطاعوا بإضافة التاء، مع إن قال في الأولى بحذف التاء. ليه؟ احنا متعودين طبعا وعارفين وتعلمنا ان القرآن الكريم مفيش تشكيلة، مفيش حرف بيتحط الا وله معنى. بص يا سيدي، يأجوج ومأجوج كان قدامهم بعد بناء السد ده حاجة من اتنين، حل من اتنين، اما انهم يصعدوا فوق السد ده لحد اخره ويتسلقوه وينطوا من فوقيه يعني والى القوم دول، او انهم يخرقوا السد ده ويجعلوا فيه ثقب يخترقوا من خلاله ويعبروا السد. احنا عرفنا من شوية ان قد ايه كان السد ده، وزي ما هنشوف بعد شويه في جوجل ايرث، هو كان شد سد املس ناعم جدا في الجانبين بتوعه، وربنا قال حتى اذا ساوى بين الصدفين، تمام، يعني زي ما قلنا جعله املس وناعم. فبالتالي اي محاوله من يأجوج ومأجوج ان هم يتسلقوا ويصعدوا فوق هذا السد تعتبر محاوله فاشله يائسه. ليه؟ لان كل ما هيطلعوا مع الكيان الاملس ده هيتزحلقوا هيقعوا تاني. فكده نقدر نقول ان الحل الاول اتعمل عليه حرف اكس، غير منطقي.
الحل التاني ان هم يجعلوا ثقب، او يعني بنقول كده خرم في السد، خرم كبير او فتحة كبيرة يتخللوا من خلاله الى الناحية الاخرى من السد. والموضوع ده برضو كان غير منطقي بعد ما قلنا ان حصل انصهار للحديد وتشكيله واضافة وصب النحاس المذاب عليه، فبالتالي تم ملء الفراغات دي كلها، فبالتالي السد كان متين جدا لو كان عبارة عن سد حديد بس، فبالتالي كان قوته ومتانته غير قادر من قبل يأجوج ومأجوج ان هم يجعلوا اي خرم او اي ثقب جوه السد ده، فبالتالي برضو الحل التاني اكس غير منطقي. ايوه برضو انت ما قلتليش ليه ربنا قال في الكلمة الاولى استطاعوا وقال في الدنيا استطاعوا، ما انا جاي لك في الكلام اهو. ففي الاولى قال فما استطاعوا ان يظهروا، اي فما استطاعوا ان يتسلقوا، وفي الثانية قال وما استطاعوا له نقبا، اي وما استطاعوا ان يجعلوا له نقبا فيخرجوا من خلاله. فبالتالي ربنا هنا عرض علينا الحلين اللي احنا فسرناهم وحللناهم من شوية. فمعروف منطقيا ان مهما كان التسلق في مثل هذه الامور صعب، مش هيكون بنفس المشقة والجهد في جعل ثقب في بناء سد معمول من الحديد المنصهر ومصبوب عليه النحاس المذاب لملء الفراغات الموجودة بين قطع الحديد دي. عمر ما هيكون التسلق بنفس مشقة جعل هذا الثقب وجعل هذا النقب في مثل هذا السد، فأكيد الثقب خد منهم مشقة وجهد كبير جدا مقارنة بالتسلق والظهور على أعلى السد. واحنا عندنا مبدأ جميل في اللغة بيقول الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، يعني أي حرف بيتضاف على كلمتين شبه بعض أكيد بيبقى ليه معنى يضاف إلى قوة معنى الكلمة الأولى. فإنه سبحانه جعل كلمة استطاعوا مع الظهور والتسلق، وجعل كلمة استطاعوا مع النقب ليوحي لنا أن النقب كان أكثر مشقة وجهدا بكثير من الصعود والتسلق، فأضاف كلمة التاء لتحلنا بهذا المعنى. شايفين الجمال والعظمة؟ فعلا مفيش حرف في القرآن محطوط كده وخلاص، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال بعد كده قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. هنا برضو نخرج بعبرة وعظة جميلة جدا، وهي إسناد النعمة إلى المنعم الأول. فبرغم من قوة ونفوذ ذو القرنين إلى أن عمره ما نسي أن هذا كله من عند المنعم الأول وهو الله سبحانه وتعالى، في أنه هو من رزقه بهذا المال وهذا الجاه وهذه السلطة وهذا النفوذ. فالتواضع والخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى هي صفة من صفات المؤمن القوي الإيمان. فمهما كان جبروت الإنسان وقوته ونفوذه، لازم يتذكر دايما أن الله سبحانه وتعالى قادر في لحظة واحدة أنه يمحي عنه كل هذا. من الحاجات الجميلة اللي ظهرت لي أثناء بحثي ودراستي في هذا الموضوع مهندسة مصرية عربية مسلمة اسمها ليلى عبد المنعم. في عام 2008 حصلت على وسام الاستحقاق من لندن، وهي تعتبر أول امرأة عربية تحصل على هذا الوسام. وقيل أن مركزها كان الثالث ما بين 1000 عالم وعالمة، وكان يتخطى اختراعاتها ما بين الاختراعات البسيطة والمعقدة اللي عملتها حوالي 100 اختراع، كان أهمهم وأقواهم على الإطلاق هو الآتي: حائط مقاوم للزلازل يتم تركيبه في المنازل والأبراج اللي هي يقال ان فيها او مستعدة بعد ذلك الى حدوث الزلازل فيها. وهذا الاختراع مستوحى من الطريقة اللي اشتغل بها ذو القرنين في بناء سد يأجوج ومأجوج. فالحائط ده كما بينت المهندسة هو كان عبارة عن متكون يعني من مادة اسمها البيتيومين مضافة مع الحديد المنصهر والنحاس المذاب. للأسف ما لقيتش كلام كتير من مواقع مثلا كبيرة بتتكلم عن الحدث ده او عن الشخصية دي، فبصراحة الله اعلم هي موجودة فعليا ولا لا. طيب هو مكان السد دلوقتي معروف بالنسبة لنا هو فين؟ بعد اكتشافات وسائل البحث والتنقيب التكنولوجية الجديدة تبين لنا خلال العقد اللي فات كذا مكان من المرشح ان هو يكون مكان سد يأجوج ومأجوج، لكن اقربهم الى الصواب واكثرهم احتمالية يعني هو وجوده ما بين الحدود الأوزبكستانية والقرغيزستية زي ما احنا شايفين كده على جوجل ايرث في منطقة شمال غرب الصين بأسيا الوسطى. لحظة، هو انت قلت قرغيزستان؟ ما هو ده نفس المكان اللي اتكلمنا عنه ان موجود فيه مطلع الشمس ومغرب الشمس اللي اتكلمنا عنهم في الحلقات اللي فاتت في الرحلتين اللي فاتوا لذو القرنين. وده بنسبة كبيرة برضو لو تم فعلا اكتشاف ان هو ده
المكان الحقيقي للسد، فبيرجح لنا القول الآخر اللي اتكلمنا عنه الحلقات اللي فاتت، إن مطلع الشمس ومغرب الشمس ورحلة بين السدين كل دول في منطقة معينة لا تتعدى عدة الكيلومترات في منطقة القرغيزستان. يعني كان مطلع الشمس ومغرب الشمس كان بالنسبة لوجهة نظر الرائي اللي هو ذو القرنين مش حقيقة في الوجود زي ما احنا اتكلمنا. وفي أقوال تانية بتقول إن هو يعتبر هو السور الصيني العظيم، وفي كلام تاني بيقول إن هو يعتبر موجود في سلسلة جبال القوقاز في الحدود الفاصلة بين قارتي أوروبا وآسيا، ولكن الدليل على الأقوال دي ضعيف جدا لا يعتمد عليه. شفتوا قد إيه ذو القرنين إنسان عظيم؟ شفتوا قد إيه القرآن عظيم؟ وإن كل كلمة وكل حرف وكل تشكيلة موجودة لسبب معين والغرض معين، مش موجودة كده وخلاص. شفتوا قد ايه ان كلام الله معجز ولا ينتهي اعجازه الى يوم الدين. احنا كده خلصنا السؤال الثاني من اسئلة التي قيل انه سئل بها النبي صلى الله عليه وسلم من احبار اليهود بعد اصحاب الكهف والان ذو القرنين. ان شاء الله المرة الجاية هنتكلم عن السؤال الثالث والاخير وهو الروح، فتابعونا.